كيفكم؟ اليوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم راح العب لعبه بيكيكستي، واكيد بتحديث الكريسماس. واليوم جايز طبعا راح نشوف البدله الجديده وراح افرجيكم كيف حصلت عليها وكل شيء. يا جماعه اوكي، قبل ما نبلش هذا الفيديو اشتركوا بالقناه وكمان حطوا لايك بس والله اعتقد هيك خلي نبلش هذا الفيديو. لكن جايز بدي احب يعني باول هذا الفيديو بدي العب هاي الباركور يا جماعه، انه كثير حسيته كيوت مدري يعني، لكن بدي العبه صراحه ولا مره كملته للاخر. سو هلا جايز بدي اني العبه. اوكي يلا بسم الله. اوكي بدي اشيل حيوان اليف. يلا يعني العب كذا. يلا يلا لا 1 2 3 يلا ليتس جو. يلا 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 خلص يلا 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 اوكي 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 جو 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 ياي فزت. اها تمام يلا يلا كولكت. اعطوني على فكرة بس 100 كوينز يا حرام. اوكي جايز طبعا يعطوني هدول الشغلات. يلا على فكرة هدول كلهم فتحوا معي، وطبعا فتحت البدلة. هلا رح فرجيكم طبعا كيف حصلت على هاي. ويت ويت يعني اوه ماي جاد هالقبعي ياي عن جد بدي اياها. يو يس يوي اوكي طبعا رح فرجيكم انا كيف حصلت على البدلة. تمام طبعا انا جايز لقيت انه بي كيكس تي مشان انا يوتيوبر عطوني الايفنت باس بالمجان. اوكي يعني هيك عطوني الايفنت باس، اذا بتعرفوا هاي هي الايفنت باس اللي فوق. ويت هلا بفرجيكم اياها. هاي يا جماعة الصفرة اللي هي ايفنت باس، يعني هدول اللي هون ويت هدول اللي هون كلهم بالمجان، فهيك عطتني اياهم شركة لعبة بيكيكستي بالمجان بدون ما اطلب منهم ولا اي شيء مشان ما تقولوا. فهيك يا جماعة عطوني اياهم بالمجان، ولقيت يا جماعة انه داخل هاي الايفنت باس اللي بالمجان فيني احصل على هاي البدلة الجديدة بالمجان، تخيلوا. وكمان طبعا رح لاقي طريقة مشان انتم تاخذوها كمان بالمجان يعني بدون ما تكونوا يوتيوبرز وكذا. رح فرجيكم ان شاء الله، بس بدي ابحث اكثر واشوف واسال واسال ادمن يعني وكذا. فيا هلا جايز طبعا ما حصلت على البدله كلياتها، لا حصلت بس على الطاقيه وهجل اللي بدي احصل على اللي فوق يعني الحات وكذا اشياء. طبعا عليكم هدول طبعا البدله فيها تبع الانثى وتبع الذكر، يعني تبع البنت وتبع الولد. يلا هلا ليتس جو، لازم نفتح مرحلتين، واحدة مشان الولد وواحدة مشان البنت. ما بدي افتحها يا اخي، بدي اعمل فيديو خاص عنه. هلا يا جماعة لازم ناخذ هذول كمان القبعة تبع، لا حط والله اوكي حطيت كمان هون. ياي هلا جايز طبعا كمان رح نجرب القبعة. يا هلا بفرجيكم استنوا جايز. يلا واو كثير حلو. اوه ماي جاد واو طبعا في هاي وفي هاي. هي طبعا يا جماعة هي تبع البنات، فبدي البس جماعة تبع البنات. ليكو هلا بنشوفها. يا ليكو طلعت حلوة طبعا هون يا جماعة. اوه هلا صارت بتنط عالي شوي احسن من قبل. واو بتجنن جايز، بدنا نصعد فوق هذا. اوه ماي جاد ليكو جايز، إذا حتى موجود في ضوء عم يعكس لإلنا هدول. يوي عن جد بدي أصعد يا جماعة من هون، تطلع زي كذا فوق. ما فيني. أوكي يعني لازم ضروري كذا نصعد. أوكي أجي من هون. لا بدي أصعد. أو ماي جاد شو هاد؟ وات؟ هلا بدي أصعد. اطلع اطلع اطلع
Oh my god, وصلت للستار. Guys, what? I'm the pro. I like it. عفوا كده خلاص يا جماعة ما صار في أبدا باب ما فينا نفوت داخل البرج خلاص. البرج اتسكر يا جماعة ما فينا نفوت. لا. طبعا هذا الجماعة طلعت اللي تسجيلها وكذا. Oh my god. طبعا هاي البدلة لكم شو بتعمل بتطير لكم إذا طلعت. استنى بس. تدو صاروخ 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 صاروخ. هليكوبتر هليكوبتر امزح زي كذا يا عن جد كثير جن. لكن اللي مو حلو انه داخل متن باركور وايش اللي بنحتاجه ما فينا تخيلوا. هيا يا جماعه طبعا البنت زي ما شفتوا معنا كثير كثير جنن كثير حبيته انه الميزه كثير جديده. هلا جايز رح نجرب تبع الولد ونشوف اذا هي يعني نفس الميزه او في اشي زائد او اشي ناقص او اشي ما ندري. المهم هلا رح نلبس تبع الباي. طبعا الباي مختلفة تماما مو تماما لكن يعني مختلفة. اذا بتلاحظوا طبعا البنت هيك شكلها لكن هاي تبع الولد زي كذا. اوكي كمان البنات على فكرة فيهم يلبسوا هذول تبع الاولاد لكن بكيكستي هيك عملتها ما بعرف ليه. اوكي هي يا جماعة مشان البنات لانه فيها سكيرت وهاي تبع الباي مشان فيها كأنه سويت او سويرة لا مو سويرة ما بعرف شو اسمه المهم بتكون انه ما بعرف. المهم هاي يا جماعة هو تبع الولد كمان والقفازات اكيد بده يكون نفسه والحذاء كمان جايز نفسه. اوكي وبالنسبة للباك نفسه خلاص بس كده يس بس كده سهلة. رح نجرب كمان تبع الولد يلا بسم الله. واو اوبي او ماي جاد طبعا الولد كمان نفس الشيء ليكم لاحظوا بطلع هون نجم ويت ما بعرف اذا هالشيء ملحوظ انا الوحيد اللي ما شفته شكلي. او ماي جاد ليش والله اعتقد انا الوحيد اللي يعني لسه ما شفت هذول النجوم اللي تحت. ياي في صندوق جديد اعلان لا ما بدي اعلان. اوكي سو هاي طبعا الولد والبنت سويت البنت هلا بفرجيكم يلا هلا بفرجيكم البنت. هاي طبعا البنت لكم بتعمل نفس الحركة ما في ولا اشي مختلف. اذا بتلاحظوا كمان يا جماعة الروبوت عطونا نفس البدلة تبع الروبوت نفس اللبس اللي الروبوت لابسها اللي هي اللي نفسها احنا لابسينها يعني مو بالضبط لكن المهم النجوم موجودة كل شيء موجود يعني بس شوي اختلافات مشان هو روبوت احنا انسان لا احنا دمى تبع بيكيكس دي لا احنا مو انسان يعني. لك كمان هو عنده يا جماعة بالايد تبعه هاي يعني جايز طلع الروبوت بنت. او ماي جاد طلعت بنت انه هاي يا جماعة الربطة تبع البنات هو كمان حاطط تبعه بايده. او ماي جاد لابس نفسي يا كثير بحبك يا روبوتة كثير كيوت انتي. اوكي زي كذا اثنينهم يعني اثنين بدلات واحدة تبع البنات واحدة تبع الاولاد مشان يعني مشان يعني مو بس بنات لاعبين بكيكستي او كمان مو بس اولاد لاعبين بكيكستي لا في كثير يعني خلص في كثير. اوكي جايز طبعا الميزات تبعها انه فيكم انكم تمشوا بعيد يعني كذا لكم يا جماعه مثلا كنتوا باركور وشغله فيها تساعدكم زي كذا لكم بتجر وبتنط فوق يعني يعني هاي يا جماعه فيها ميزات تبع الكات ارمر سبيد ارمر الكات ارمر كمان يعني اثنينون كمان هاي تبع دبل جمب دبل جمب كمان وبس يعني في يا جماعة كأنه ثلاث بدلات زائد باور اب يعني هي اللي بتنط هاي تبع الكوت او كات او مدري شو كان اسمها البينك كات ارمر عم سميها انا عم سميها كمان يا جماعة اذا شربنا من الشوطة اعتقد كثير اعلى المهم جايز طبعا كثير حبيت هذول البدلات انتوا قولوا لي شو رايكم فيهم واذا حصلتوا عليهم اذا لا اذا عندكم طريقه كيف تحصلوا عليهم بالمجان مشان بدي اعمل لكم فيديو خاص كيف تحصلوا عليها بالمجان رح اشوف لكم طريقه اذا كان البعض منكم بيعرف قولوا لي جايز طريقه
وجايز حسيت هذا التحديث فيه كمان كواكب ونجوم وأشياء، لأنه إذا لاحظتوا بالبدلة عم طلعنا هون نجوم وأشياء، وكمان هون نجمة بالسماء موجودة كأنه الجو تبع الكواكب والفضاء كذا. وبس بحبكن، قولوا لي كمان شو رأيكم بالشي اللي قلت لكم بس هلا تبع كواكب مثلي. بحبكن كثير وباي.